كان هو موجود في تمرين النادي الاهلي. مساء الخير يا حبيبي، وقول لي بقى كل سنه وانت طيب، وعايزين نعرف منك اخر اخبار تمرين النادي الاهلي. برحب بيك زميلي محمد فاروق سعد، وبرحب بكل مشاهدينا ومتابعينا ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ورمضان كريم عليك وعلى الامه الاسلاميه. النهارده التمرين ابتدى الساعه 9:30 تحت الاداره الفنيه للكابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي والقائم باعمال الاداره الفنيه للفريق. خليني اقول لك ان النهارده كابتن احمد ايوب حرص على القاء محاضره للاعبي النادي الاهلي، حثهم فيها على اداء لقاء طيب امام المصري. طبعا احنا عارفين اللقاء ده مؤجل من المؤجلات الجوله 28 للدوري الممتاز، وقال لهم ان خلوا ان ده يكون اخر لقاء في الموسم، لقاء يليق بلاعبي النادي الاهلي بعد موسم شاق. صحيح ان اللقاء ملوش اي اهميه لان النادي الاهلي بطل الدوري وحسم الدوري من فتره طويله جدا، ولكن حسهم على اداء لقاء طيب، لقاء يليق بلاعبي النادي الاهلي وبالمجهود الشاق ويليق ببطل الدوري. خليني اقول لك يا كابتن محمد فاروق، النهارده في غياب لخماسي من لاعبي النادي الاهلي، محمد الشناوي ومحمد نجيب وسعد سمير ومروان محسن واحمد فتحي، بناء على اذن من الاداره الفنيه للفريق والجهاز الفني، وذلك للراحه لشعورهم باجهاد شديد وان هم محتاجين راحه خلال الفتره اللي جايه. كمان كان في الكابتن رامي ربيعه والكابتن كريم ندفد حرصوا على اداء جري حوالين الملعب النهارده للتخلص من حاله الاصابات التي المت بيهم. كان لازم يكون في جري حوالين الملعب النهارده بالنسبه لهم. كمان النهارده تعرض الكابتن احمد حمودي لكدمه في التمرين بعد التحامه مع الكابتن اسلام محارب النهارده، ولكن كدمه خفيفه ما تاثرش ان شاء الله باذن الله، برضو ادى تمرين خفيف وجري حوالين الملعب. ده بالنسبه للكابتن احمد حمودي. يمكن ملامح التشكيل بكره ان شاء الله واضحه بشكل كبير. طب انا عايز اسالك ادهم الاول، حالة ميدو جابر، حالة وليد سليمان، حالة محمد نجيب. النهارده محمد نجيب ما كانش مشارك في التمرين النهارده، بس حرص على ان هو يكون متواجد في التمرين، ولكن هو بصحة جيدة يعني ما فيش أي مشاكل بالنسبة له، لكن هو حرص كان بس عنده حالة إجهاد مش إصابة مؤكدة. ده بالنسبة له. بالنسبة لكابتن ميدو جابر نفس القصة برضو، كان شاعر بالإجهاد، لكن يعني الاستقرار بشكل كبير بكرة إن شاء الله هيكون كابتن شريف إكرامي في حراسة المرمى. يمكن النهاردة كان فيه تدريب من كابتن أحمد سليمان النهاردة مدرب حراسة المرمى شريف إكرامي. اسلام محارب بالنسبه للدفاع هيكون بشكل كبير موجود ايمن اشرف في قلب الدفاع. يعني ملامح التشكيل بشكل كبير مش هتخرج عن اللعيبه دي، بالاضافه طبعا للكابتن عمرو السوليه في خط الوسط العمود الفقري للفريق. لكن بطمن عشاق وجماهير النادي الاهلي على حاله الكابتن محمد نجيب والكابتن طيب. جابر عايز اعرف برضو اخر اخبار حسام عاشور يا ادهم. كابتن حسام عاشور النهارده ادى تمرين خفيف وجري حوالين الملعب النهارده، ما شاركش في التقسيمه، لكن كان في جري حوالين الملعب النهارده برضه لشعوره بحاله من الاصابه الاجهاد العام. كان لازم يكون في جري حوالين الملعب النهارده من قبل الكابتن حسام عاشور من اجل راحته، لكن هو طبعا ضغط مباريات النادي الاهلي، تعرض لضغط مباريات كبير الفتره اللي فاتت، كان على اثرها لازم يكون في راحه لكابتن الفريق كابتن حسام عاشور النهارده. طيب ادهم، هل حمودي بعد الكدمه كمل التمرين ولا هو كده غايب تماما؟ لا، هو النهارده ما كملش للتمرين، يعني النهارده هو انا من خلال رؤيتي النهارده للتمرين كان هو كابتن كريم نزل، كان في جري بالنسبه لهم حوالين الملعب، لكن هو ما شاركش في التمرين النهارده. طيب تقدر تقول لي كده من وجهه نظرك، يعني مين يعني انت ابتديت تدينا شويه ملامح، اديتني شريف اكرامي وايمن اشرف، هل نجيب هيبقى جاهز غدا؟ ان شاء الله محمد نجيب ممكن يكون جاي الله باذن الله للقاء بكره. طيب. وسعد شوف التمرين. سعد خد راحه، سعد سمير خد راحه، خد راحه، يعني مش هيكون موجود في قائمه غدا امام المصري. الو، ايوه سامعني زميلي ادهم؟ ايوه سامع حضرتك. طيب بقول لك سعد كده بكره مش هيبقى موجود متواجد في القائمه. لا مش هيبقى متواجد، لان هو من ضمن الخماسي اللي حصل على اذن من الاداره الفنيه للفريق ان هو ما يكونش متواجد بسبب حاله الاجهاد. طيب هشام محمد، عمرو السوليه، صابر الرحيل، هل باسم
لان محمد هاني هل موجود ولا محمد هاني النهارده اللي شارك في التمرين بقوه النهارده كابتن باسم علي. باسم النهارده كان كابتن باسم علي شارك في التمرين وشارك في التقسيمه النهارده. يبقى باسم وصابر الرحيل بشكل كبير. صابر الرحيل ان شاء الله وعمرو السوليه وهشام محمد. اكرم توفيق موجود؟ اكرم توفيق النهارده كان ادى تمرين اكثر من رائع النهارده وكان قوي، حصل على اشاده الجميع النهارده في التمرين. اكرم توفيق برضو موجود. طيب في الخط الامامي هيبقى عندك مين؟ اسلام محارب. ايوه اسلام محارب هيكون موجود، وصلاح محسن هيكون موجود برضو بشكل كبير، ويعني اسلام محارب وصلاح محسن، واعتقد ان هو يعني ممكن يكون بشكل كبير برضو كابتن وليد سليمان. وليد سليمان زميلنا ادهم ندى مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، وبكرر التهنئه ليك بمناسبه شهر رمضان. كده نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا الكبار، كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ماهر امام، وايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن فوزي سكوتي. اوعى تروحوا بعيد، النادي الاهلي حديث.